الصحافة بما فيها في العصر الحديث الإذاعة والتلفزيون أرقى وسيلة اكتشفها الإنسان لمخاطبة الآخرين، وهي ليست وسيلة بسيطة ولا سهلة، ده هي في مستوى التعقيد ومحتاجة لموهبة العمل الفني بالظبط. فأنا أعتقد أن الصحافة إدتني علمتني إزاي أمسك الخارج. يعني أنا في رأيي أنه الكاتب يقاس بالجملة الأولى في كتابه. الغرام بين يوسف إدريس والصحافة كان مسموعاً في أوساط شعبية واسعة. حققت الصحافة النجومية لصاحبي أهمية أن نتثقف يا ناس، كانت عبوره إلى القصة والمقال وقلب المعارك. الناس تتحدث عن فترة المقالات باعتبارها مرحلة تانية، هي أكتر من 18 سنة، لكن ال 18 سنة دول يعملوا أكتر من 12، عملوا أكتر من 12 كتاب، كلهم معارك في صميم الوجود المصري، في صميم الهوية المصرية، في صميم الإنسان المصري، مش ما كانش بيتخانق مع نفسه وخلاص. أحد اللي نقلوا المقال إلى مستوى المقال القصصي العالمي، يعني إنه يبقى فيه السرد القصصي ويبقى فيه الخطاب بتاع المقال. في مقاله المهم أهمية أن نتثقف يا ناس، رصد التحولات اللي حصلت في السبعينات، وقال إن كان في مؤامرة تحاك ضد العقل المصري والاقتصاد المصري والمكانة مصر في العالم العربي. عبد الحميد رضوان وزير الثقافة آنذاك لم يتعامل مع يوسف إدريس كمثقف يريد الإصلاح، تعامل معه بندية، تعامل معه كخصم، وجند مجموعة كبيرة جدا من الصحفيين اللي بيكرهوا يوسف إدريس في هذا الوقت. مقالاته أقرب إلى الصرخة، التمرد ضد أشكال مختلفة من السلطة، ربما سلطة تقاليد بالية، سلطة مفاهيم دينية خاطئة، سلطة سياسية، يعني السلطة بكل أشكالها كانت هاجسا ملحا عليه في كل ما كتب وأبدع. ناس كتير بعتوا لي جواب، بقيت من القراء اللي هم يعني بيحبوا يقروا وبتاع، وقالوا لي انت بتضيع لنا يوسف إدريس الكاتب، يعني بانك تقعد تكتب مفكرة وكلام من يعني وبتاع. هم مش فاهمين الحقيقة الخطيرة دي لهم، ان دي مش كتابة صحفية، ده مسرح برضو، ده كتابة فنية حقيقية. اعتقد انه لم يكن يبحث عن اضواء، كان يبحث عن وسيلة للاتصال المباشر مع الناس. هو كان من الكتاب القلائل اللي حاسس انه المجتمع ده له حق فيه وانه له واجب عليه. تخيل كاتب يبقى على هذه القمة من الموهبة والكتابة والشهرة يلقى نفسه طول الوقت بيكتب مقالات بس، لماذا يكتب مقالات بس؟ قال لك انه الكاتب الكويس مش لما يشوف بيت بيحترق يقعد يجيب كرسي ويقعد عشان يرصد عشان يكتب القصة التي هي يعني عن الحريق، لا، يخش يطفي.